تقول السائلة: امرأة النفساء طهرت قبل الأربعين، فبقيت أسبوعا كاملا لم تصلي جهلا منها، معتقدة أنها تبدأ في الصلاة بعد الأربعين، فماذا يجب عليها؟ هل تقضي الصلوات الفائتة؟ بلا شك يجب عليها قضاء الصلوات التي مرت عليها وهي طاهر من النفاس، يعني انقطع عنها دم النفاس ولو كانت في الأربعين. إذا انقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي ولو كانت في الأربعين، وكونها تركت الصلاة تظن أنه ما عليها صلاة إلا بعد الأربعين هذا غلط، عليها قضاء الصلوات كلها التي تركتها.